الفاتورة الاقتصادية. خلينا نعرف مزيد من التحليل من خلال المحلل الاقتصادي أستاذ محمد نجم. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ شفقي، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا سؤالي الأول لحضرتك، هل الأزمة الروسية اللي احنا يعني بدأناها منذ هذا الصباح من هذا الهجوم العسكري على أوكرانيا، هل العالم جاهز لتحمل هذه الفاتورة الاقتصادية الكبيرة في ظل ركود عالمي بسبب آثار جائحة كورونا؟ طبعا، يعني انا بشكر حضرتك على ان حضرتك بدات بالسؤال ده، لانه انا فاكر انه من فتره قليله كنا في مداخله مع حضرتك برضه واتكلمنا عن شق من في كلامنا عن الازمات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي، وكان في جزء كبير جدا بنتكلم فيه عن التضخم وعلى حاله الركود وعلى حاله التضاعف تكاليف الشحن البحري ومشاكل التعافي الغير متوازن من جائحه كورونا ثم المتحور، بعد كده عندنا ظهرت ازمه الغاز وازمه النفط، بعد كده ظهرت ازمات، عندنا اكثر من 7-8 ازمات قبل ازمه اوكرانيا اصلا. فبالتالي هل العالم مستعد ان هو يتحمل تكاليف مشكله زياده او ازمه اضافيه؟ طبعا لا، بالتاكيد لا. تمام. وده جزء من حاله الجنون اللي بتحصل في العالم حاليا، هو انه ما فيش اي استيعاب لمدى فداحه اللي بيحصل، انه كل دوله تنظر لمصالحها هي فقط بشكل اناني جدا، وحتى في بعض الاوقات مش بس بشكل اناني، يعني دوله زي مثلا روسيا هي قد تنظر لمصالحها جيوستراتيجيه في 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 بحر ازوف وشرق اوروبا. صحيح. وفي ميراث الاتحاد السوفيتي، قد يظن البعض ان ده هيحقق مكاسب لصالح روسيا، لكن في نفس الوقت بيحقق خسائر كبيره على نفس البلد، على روسيا برضه. فحتى هذه النظره الانانيه للامور، ان كل دوله بتنظر لمصلحتها، بترتد عليها بعض الارتدادات من هذه التصرفات الطائشه. الاقتصاد الروسي اضعف بكثير من ان هو يتحمل كل اللي بيحصل ده. اكيد. النهارده برميل البترول 103 اتفضل 105 دولار النهارده. صحيح صحيح، 103-104، وصل في بعض الاوقات ل 105. احنا بنتكلم من حوالي سنه قبل زي النهارده من 12 شهر كان حوالي 52 دولار. ايوه، فالفرق سريع جدا وكبير جدا يعني. طيب خليني برضو يعني مع ان احنا المواطنين حتى المصريين، انت عارف المصريين ازاء الحروب هم يحللون قبل المحللين اصلا، فطبعا هناك قلق، يعني نقص في السلع الأساسية ممكن تبقى موجودة زي القمح، ونحن نعتمد فيها على روسيا يعني، أو نعتمد فيها كمان خصوصا ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بيتجاوز تقريبا برقم 9 ملايين طن سنويا. الموقف ممكن يبقى عامل إزاي؟ ما يسري على مصر هيسري على كل الدول المستورده للحبوب حول العالم، ده اول نقطه، انه احنا لسنا وحدنا في ان احنا بنستورد حجم كبير جدا من احتياجاتنا من القمح بالاخص من الخارج. لكن مصر اللي بيخليها تختلف عن دول الاخرى كثيره، واللي بيخلينا كمان في وضع مطمئن، ان النهارده الناس ليس لديها حاله هلع، انه بفكر حضرتك ان احنا دخلنا جائحه كورونا، ورغم الجائحة عدى علينا بعد كده موسم رمضان ثم موسم آخر لرمضان، ورغم كده ورغم كل التوترات اللي حصلت في المنطقة سواء في ليبيا أو في غزة أو في السودان، كل الاضطرابات اللي حصلت في آخر 24 شهر حوالين الاقتصاد المصري، لم تؤثر لحظة واحدة في فكرة أنه هل السلع متوفرة ولا لا. يعني ما فيش ولا مرة تسرب للرأي العام أو للناس في مصر في الشارع انه انا بكره الصبح يعني انا بتفق مع حضرتك جدا بانه يعني خليني اقولها، كان عندنا يعني هقولها ببساطه كده، كان عندنا حكومه شاطره وعندنا قياده بها من الوعي الكثير والاستباق دائما في رؤيه الخريطه السياسيه والتداعيات اللي ممكن تحصل، لكن ما يحدث الان يعني على الأرض منذ الصباح ربما يكون أحيانا أكبر من الدول. يعني ما هو برضو مثلا لو إحنا بنأخذ مصر كمثال، مصر تحملت كثير ونجحت في امتحان كورونا بشهادة كبيرة، بشهادة العالم، وشفنا ارتفاع والنمو المؤشر الاقتصادي لدى مصر، ولكن في نفس التوقيت إحنا ما كملناش شهور يا فندم، يعني ما كملناش شهور وبداية غزو وحرب، فهل تتحمل الدول هذه النفقات وهذا الإجهاد؟ احنا عندنا مثلا في أوروبا يعني في الإغلاق يعني، يمكن النهاردة مثلا بريطانيا لأول مرة بتفتح تماما، يعني إذن الدول لسه بتفتح يعني بتفتح أبوابها، بتفتح
مراكزها، بتفتح التعاملات بشكل كبير عشان تعود الحياة بشكل طبيعي. فأنت أمام هذا الموقف ممكن يبقى عامل إزاي؟ هشبه لحضرتك الموقف بمثال مبسط جدا. هو اللي بيحصل حاليا الأزمة اللي احنا فيها عامل كأن احنا كلنا راكبين اتوبيس، والاتوبيس دوا هيصطدم بحيطة واحنا متأكدين ان احنا داخلين على حادثة، هيحصل حادثة واحنا كلنا راكبين الاتوبيس ده. اللي بيفرق بين كل واحد والتاني هو مدى استعداده لتلقي الصدمة دي. هل هو رابط حزام الأمان؟ هل هو لابس خوذة؟ اللي هو حضرتك قلتها بقى الاجراءات الاستباقيه اللي قبل الحادثه، اللي قبل الصدمه، كده كده هيحصل صدمه والكل هيتاثر سلبيا، الكل بلا استثناء طبعا. حتى الدول المتحاربه زي ما انا شرحت، حتى روسيا اللي هي بتظن انها بتحقق مكاسب جيوستراتيجيه الا ان هناك خسائر بالباك فاير عليها، اللي هو ايران بتطلق النار على قدميها. فحتى روسيا، حتى الولايات المتحده، المانيا، مصر، دول الخليج العربي، النهارده كل بورصات العالم اتأثرت، فكلنا هنتضرب، كلنا كلنا في نفس الدائرة، كلنا في نفس الدائرة، كلنا. لكن الفرق بين دولة وأخرى، اللي ازاي نقدر نحدد هو الخسائر بتاعت كل دولة هتبقى عاملة ازاي، وهل تقدر تتحمل أي قدر من الخسائر دي، هو إلى لو جاوبنا على سؤال أي مدى كل دولة كانت تستبق أي أزمة عالمية بتحصل، وازاي خدت اجراءات قبلها، اجراءات وقائيه. يعني ايه اجراءات وقائيه؟ عشان الكلام ما يكونش نظري ومقرر بدون توضيح. اجراءات استباقيه لاي ازمه، اكيد ما حدش كان يتوقع ان يحصل ازمه في سوق الحبوب العالمي، لكن بشكل عام مصر استبقت ده بان هي تعمل ايه؟ عملنا مشروع قومي اسمه مشروع الصوامع. ايوه 50 صومعه جديده رفعت قدرتنا على تخزين القمح. صحيح. بدل ما المخزون بتاعنا يكون يكفينا 4 أسابيع أو 5 أسابيع فقط من 8 سنين، النهاردة مخزون القمح بيكفينا أكثر من 5 و6 شهور. شوفي حضرتك الفرق. لا وكان عندنا وعي في تخزينه وفي إعادة برضو تطويره وإعادة يعني كيفية الصناعة، يعني أكيد كلنا بنتابع ده في مصر، ولكن ربما الفاتورة العالمية كبيرة جدا لا تتحملها أي حكومات، حتى حكومة مصر لا تتحمل كل هذه الضربات. أنت عندك ضربات طبعا طول الوقت، يعني كورونا، وبعدين انت كمان دولة نامية، يعني بتقوم وبتعمر وبتطور وبتبني وبتعلم وبتأكل وبتشرب، لا تتحمل كمان فاتورة سياسة يعني انت مالكش ذنب فيها. بالظبط كده. الظروف اللي احنا اللي مصر والاقتصاد المصري بيسير فيها في اخر 3 سنين بالاخص، هي ظروف شديدة التعقيد وصعبة جدا وحساسة جدا، ولم يكن الاقتصاد العالمي بهذه الدرجه من انه يحصل تزامن لكل هذه الازمات في وقت واحد. وده حظنا السيء، يعني ده جزء من حظنا السيء، ان احنا قصه النجاح الاقتصادي المصريه وقصه النمو الاقتصادي المرتفع اللي احنا بنحققه لاول مره من سنين طويله، وكل الانجازات اللي احنا بنعملها دي بنعملها في ظل مشاكل عالميه واقليميه لم تحدث من قبل بهذا الشكل وبهذه الكثافه. احنا عندنا الولايات المتحدة الأمريكية وكل الاقتصادات المتقدمة من شهر مارس الجاي هتبدأ دورة التشديد النقدي، هترفع سعر الفايدة، ده له تأثير سلبي على كل الدول الناشئة وبينها مصر. طبعا. ده جزء من حظنا السيء. عندنا الاحتجاجات الشعبية اللي بتحصل بقالها فترة قبل أزمة أوكرانيا ضد إجراءات تقييد، إجراءات كورونا، وإن الناس بدأت تتخنق، الناس بدأت تزهق من الإجراءات المقيدة لحركتها، الناس بدأت تتضايق من، شفنا اشتباكات بتحصل في كندا، غلق للجسر الرابط بين كندا وامريكا، الاحتياجات الشعبيه. صحيح. دي وعدم الاستقرار السياسي ده برضو ليه عامل سلبي على الاقتصاد العالمي. طيب يعني نقطه اخيره، يعني علشان حتى الوقت يعني لا يداهمنا زي ما بيقولوا، نقطه اخيره، يعني النهارده شاهدنا كميه العقوبات على روسيا من قبل اوروبا، واوروبا في نفس الوقت تحتاج الى الغاز من روسيا، فالموقف هيبقى عامل ازاي لو تم تطبيق هذه العقوبات؟ اوروبا كمان يعني هتاخد الغاز منين، والدنيا هتمشي ازاي؟ طبعا دي فرصه ذهبيه لدوله زي مصر، ومش مصر لوحدها، لكن فرصه ذهبيه لدوله زي مصر بتقدم نفسها ان هي مورد للغاز المسال لاوروبا اللي هي قريبه جغرافيا من مصر، غاز رخيص، غاز مسال، ان مصر بتقدم نفسها مورد مسؤول ومورد عقلاني، مورد لا يقوم بتسييس وتسليح الاقتصاد زي ما بتحصل من دول اخرى زي روسيا واللي عملته في موضوع الغاز. فالنهارده مصر والجزائر ونيجيريا ودول اخرى كثيره من الدول اللي هي عندها صادرات من الغاز المسال عندها فرصه سانحه كبيره جدا.
فاحنا النهارده لو بنتكلم عن خسائر ممكن انه الاقتصاد المصري يعاني منها بسبب ازمه اوكرانيا، الا ان على الناحيه الثانيه في بعض المكاسب من ارتفاع سعر الغاز ومن ارتفاع سعر البترول. احنا عندنا صادرات بتروليه جيده جدا، عندنا صادرات من الغاز المسال نقدر ننميها اكثر من كده. في فتره حاليا سعر عقود الغاز في اوروبا وصلت لحوالي 100-130 يورو لكل ميجا وات ساعه. ده النهارده من سنه سعر نفس عقد الغاز كان 15 يورو. احنا بنتكلم في تضاعف 7-8 مرات. فده الشق. الشق الثاني هو اوروبا تقدر تعمل ايه؟ اوروبا حتى يا استاذ شفكي موقفها متباين، يعني مثلا من المستحيل ان دوله زي مثلا دوله زي لاتفيا مثلا او شمال مقدونيا 100% من واردات الغاز اللي بتروح لشمال مقدونيا جايه من روسيا. رد فعل دوله زي شمال مقدونيا دوله صغيره بتعتمد بنسبه 100% على الغاز الروسي اكيد هيكون رد فعل هادئ جدا وبسيط جدا وما تقدرش تاخد موقف عنيف ضد روسيا، لكن دوله اخرى زي بريطانيا مثلا بتعتمد على الغاز الروسي بنسبة 3% فقط. أكيد أكيد. ألمانيا 50%. أكيد يا فندم، يعني لولا بس إنه الوقت تقريبا انتهى، ولكن كلنا بنتمنى إنه يعني يكون في حل، وإنه يعني هذه الخطوات اللي بتتخذها الآن أوروبا أو هذه العقوبات أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو كل الدول اللي بترفض هذا التدخل العسكري على أوكرانيا وهذه الفاتورة الباهظة الثمن اللي هيدفعها العالم كله الحقيقة، يعني نتمنى انه يعني يكون في شيء افضل وحلول افضل. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، ومشاهدينا الحقيقه النهارده حاولنا نقدم لكم مجموعه من الاخبار والتحليلات وعرض للموقف والتبعات السياسيه الخاصه بهذا الهجوم العسكري من روسيا على اوكرانيا اللي بدا مع ساعات الصباح. نتمنى انه الحلول تجد الطريق، ونتمنى أنه تهدأ وأنه يكون في حوار حقيقي، ربما هذا الحوار ينقل العالم إلى فاتورة أقل ضررا وإلى أيضا حلول أفضل، وأنه ما نسمعش عن كلمة نازح أو لاجئ أو فاتورة يدفعها الإنسان طول الوقت.